ونستعين متابعينا مستمعينا الكرام لفاضل الانطلاقات ما زالت مستمرة والتحديات متواصلة، انطلاقة جديدة واندفاعة قوية في هذه اللحظات، انطلاقة أشواط سن اللي جاية أشواط الانتاج. ننطلق بشوط جديد، شوطنا 22 أعلنت انطلاقته قبل لحظات، شوط يضم في طياته وكشوفاته وبياناته اللي جاية القعدان المحليات أشواط الانتاج. نعم، بينما هناك النقل والانتقال مع أول الأسماء، مع أول الشعارات، أول المتحدين، أول المنطلقين، مهيض على المركز الأول حمد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي، هو من يسيطر على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الحذر على المركز الثاني حمد بن محمد بن عايد الاكتبي قادما من مع الحذر على المركز الثاني. المركز الثالث مهدي على المركز الثالث حمد بن سعيد بن سالم الدرعي منطلقا مع مهدي على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع القدوم من الغزال في هذه اللحظات وأحمد بن سعيد بن حمدان النعيمي على المركز الرابع والمركز الخامس، هذا شعار العميمي يتقدم في هذه اللحظات مع منذر ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي قادم على المركز الخامس. والمركز السادس مخلاب هو القادم، أحمد بن شاهين مخلفان المزروعي يتقدم وينطلق في هذه اللحظات على المركز السادس. المركز السابع أشوف الانطلاقة، الحر هو القادم، حمد بن عبد الله بن محمد الجحافي يتقدم في هذه اللحظات ينطلق على المركز السابع. المركز الثامن انطلاقة مقتدر سالم بن حمد بن محمد المزروعي الواصل على المركز الثامن. والمركز التاسع انطلاقة وحضور واندفاع في هذه اللحظات من شعارك يا بالعثة القادم مع الشامخ العثة بن خزع بالعثة العامري ينطلق في هذه اللحظات ويندفع بشعاره يصل في هذه اللحظات على المركز الثامن. المركز التاسع الشامخ بخيت بن محمد بن بخيت برقابي المنصوري على المركز التاسع. والمركز العاشر شوف الوصول، شوف الانطلاق، الوصول من منبع علي بن حميد بن خميس اليديلي وصل مع منبع على المركز العاشر وشعار راعي الشيجة في هذه اللحظات بدأ يتحرك مع داهي 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 سالم بن محمد بن حمد راعي الشيجة العامري. هذه الأسماء، هذه التحديات، هذه المراكز الأولى العشر المنطلقة والمندفعة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى صدارة الشوط، أول المتحدين ما زال مهيض مسيطرا على أول الأسماء على صدارة الشوط. ينطلق مهيض بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع حمد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي ينطلق مميض مع لوحة 2 كيلومتر. المركز الثاني الحذر حمد بن محمد بن عايد الاكتبي قادم على المركز الثاني. المركز الثالث شوف الوصول من مهدي حمد بن سعيد بن سالم الدرعي واصل هو على المركز الثالث بانطلاقة مهدي. روح يا راعي مهدي ولا تهدي في هذه الانطلاقة. المركز الرابع الوصول من شعار المزرعة المزروعي يتقدم مخلاب أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي على المركز الرابع يتحرك بمخلاب. المركز الخامس شوف الوصول الانطلاقة والاندفاع من مقتدر سالم بن حمد بن محمد المزروعي يصل على المركز الخامس. المركز السادس الشامخ الشامخ العثة بن خزع بالعثة العامري يصل في هذه اللحظات يتحرك على المركز السادس. والمركز السابع شعار راعي الشيجة قادم مع داهي على سابع التحديات سالم بن محمد بن حمد راعي الشيجة العام
عامري 1200 يا اخوان والوصول. هذا شعار بن هدفه. بدا يقترب رويدا رويدا من الاسماء. شاهين ان ايام بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري الكيلو متر الاخير الكيلو متر الخطير. دخلنا اجواء يا من تتابعون يا من تراقبون هذا التحدي وحذاري من الحذر حذاري من الحذر. حمد بن محمد بن عايد الاكتبي على المركز الاول الاكتبي على الصدارة. بن عايد ينطلق مع الحذر المركز الثاني. شوف الواصل شوف المنطلق هناك على المركز الثاني الواصل مهدي حمد بن سعيد بن سالم الدرعي والمركز الثالث. وصل شعار بن هدفة تقدم مع شاهين ان ايام بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري. الله على هذا الانطلاق على هذا الاندفاع. الحذر مع بن عايد بن عايد مع الحذر. روح يا راعي الحذر روح. ولكن بن هدفة حضر مع شاهين هناك نهيان بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري. ماركة شاهين بن هدفة حضرت في هذا الشوط بانطلاقاتها باندفاعاتها. ولكن بن عايد يرفض الاستسلام يتحرك ينطلق بالحذر الحذر اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة. بن عايد مع الفوز بن عايد مع الانتصار. سلام بن عايد سلام. حمد بن محمد بن عايد الكتبي على فوز الحذر. المركز الثاني شاهين الهيام بن مبارك بن حمد بن هدفة العامري. المركز الثالث كانت انطلاقتي قداح منصور بسيف خلفان الغويص السويد. المركز الرابع كانت انطلاقتي مهدي حمد بسعيد بسالم الدرعي. والمركز الخامس كان هنالك مرضي حميد براشد بكشين مبارك الشامسي. تاني والناموس لجميع الفائزين لحظة الوصول ولحظات انطلاقة الحذر حمد بن محمد بن عايد الاكتبي. التوقيت الزمني 7:28 جزءا وحيدا من الثانية. تاني والناموس مالك الحذر. المركز الثاني شاهين نعيام بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري حضر على المركز الثاني بانطلاقة جميلة وباندفاع ومنافسة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة. توقيت 7:28 خمس أجزاء من الثانية. المركز الثالث هناك شعار الغويص حضر مع المركز الثالث مع قداح منصور بن سيف بن خلفان الغويص السويدي. تهانينا والناموس ولحظة الوصول 7:31 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.